مساء الخير. روسيا حين يتحول الطرف ويصبح وسيطا، ذاك الدور الذي نجح الروس في تثبيته في بدايات عام 2017 من العاصمة الكازاخية أستانا. من وقتها استطاعت موسكو أن تتحكم بسيناريو وضعته لسوريا، البلد الذي تدخلت فيه عسكريا وسياسيا لإنقاذ نظام كان على وشك السقوط. سبقتها إلى هناك إيران التي كذلك تدعم الأسد، ولكن انطلاقا من أجندتها المختلفة. أما تركيا فتغيرت أولوياتها بعد محاولة الانقلاب، وما يهمها من سوريا هي المدن القريبة من حدودها ومنع قيام دولة كردية. عن العاصمة الكازاخية غاب دور الولايات المتحدة التي تراجعت عن الاهتمام بسوريا ولو حتى شكليا. أما الأوروبيون فقد تحولوا لمجرد كومبارس، قد يدعو وقد لا يدعو إلى أستانا، لتنفرد موسكو بدور البطولة ومن بعدها طهران. كل ذلك سهل الطريق لدولتين تدعمان نظاما مدانا بارتكاب جرائم حرب لتقودا وتديرا وتتحكما بمفاوضات الغاية منها وضع نهاية لصراع دام وفق حساباتهما. منذ يناير كانون الثاني لغاية اليوم 12 جولة من أستانا، وثمة دم ما زال يسفك في إدلب ومدنيون يموتون، والنظام يتقصد أن يستبق كل جولة من هذه المحادثات بهستيريا من القصف. وهكذا لم ينجح أستانا إلا بتسليم النظام مزيدا من المناطق، وربما لن ينجح سوى بالإيحاء بأن هناك وقفا لإطلاق النار يستدعي من الفصائل المقاتلة المضي على الدرب الذي يرسمه ببراعة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مهندس تفليس المعارضة الناجح جدا ولا هدف له منذ أن نسف محتوى جنيف واحد بإسقاط أي إشارة إلى بشار الأسد في الانتقال السياسي سوى إخضاع الفصائل المقاتلة والمعارضة وشق صفوفهم وتدميرهم وهزيمتهم. فما الذي قدمه مؤتمر أستانا؟ وأين هو أو هي التزامات موسكو وطهران؟ وما الذي بقي غير إدلب لم يتم الانقلاب على اتفاقها؟ هل سيتم تجاوز معضلة إدلب في هذه الجولة من أستانا؟ وهل من خلاف بين أطراف أستانا على إدلب كما يشاع؟ لماذا تواصل الأمم المتحدة بمبعوثها الجديد جير بيدرسون والحاضر الآن في أستانا بالرهان على هذه المؤتمرات التي كانت دائما في مصلحة طرف واحد وهو النظام؟ ونفس السؤال ينطبق على الأتراك، أليست مصيبة أن يستمروا بالرهان على هذه المؤتمرات وهم يعلمون أن لا هدف لها إلا إخضاع الفصائل المقاتلة وشق صفوفها وتدميرها؟ أليست المصيبة أعظم إن كان الأتراك لا يعلمون بعد كل ما شاهدوه من خروقات وقصف وبطائرات روسية وسفك للدماء في خان شيخون وجرجناز وجسر الشغور وغيرها الكثير من الريف الإدلبي؟ هل صحيح أن هذه المحادثات ستشهد انفراجة بشأن اللجنة الدستورية سيعلنه المبعوث الأممي الجديد؟ أم أن تعقيدات جديدة عرقلتها؟ أهلا بكم إلى تفاصيل. إذن تشهد العاصمة الكازاخية نور سلطان الجولة 12 من محادثات أستانا حول الأوضاع في سوريا، ومن المفترض أن تتناول تلك المحادثات الملفات المتعلقة باللجنة الدستورية والانتهاكات المستمرة لاتفاق سوتشي المتعلق بإدلب. في نسختها 12، ما الذي تخبئه محادثات أستانا للسوريين؟ وفيما تستبق الجولة الجديدة بمجزرة لميليشيات أسد وإيران في خان شيخون جنوب إدلب، يأتي استعراض مبسط لتاريخ جولات أستانا في العاصمة الكازاخية ليفتح سيلا من التحذيرات الجدية حول مصير آخر المناطق المحررة شمال سوريا. فمن سقوط حلب الذي استبق إطلاق الاحتلال الروسي أولى جولات أستانا أوائل العام 2017 إلى نتائج نسخ أستانا خلال عامين ضمن ما أطلق عليه بمناطق خفض التصعيد
وما رافق ذلك من استفراد ميليشيات أسد والاحتلالين الإيراني والروسي، أي الضامنين لأستانا بالمناطق المحررة وارتكاب المجازر بحق المدنيين، ثم سقوط تلك المناطق واحدة تلو أخرى، بداية بالقلمون ثم شمال حمص وصولا للغوطة الشرقية وانتهاء بصفقة تسليم الجنوب السوري. إذا كنا سنغرق البعثة بالتفاصيل عليهم أن يتعلموا السباحة. وليد المعلم وزير خارجية نظام الأسد في مؤتمر صحفي أواخر 2011 يتحدث عن إغراق العرب بالتفاصيل فيما يخص بعثة لتقصي جرائم نظام الأسد بحق المدنيين والمتظاهرين السلميين. وفي سياق سياسة الإغراق هذه، تتحول أستانا لما يشبه مفرخة الطيور وفق تعبير ناشطين، وتأخذ بالسوريين والمجتمع الدولي من محادثات جنيف وقرارات الأمم المتحدة فيما يخص إسقاط نظام الأسد والانتقال السياسي إلى قضايا جانبية، بل وإغراق تلك القضايا بتفاصيل التفاصيل كمسألة اللجنة الدستورية وتجنب أي حديث عن بشار الأسد ونظامه أو حتى ملف مئات آلاف المعتقلين في سجونه. المفارقة هنا أن نسخة أستانا اليوم يشارك بها المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، في حين يكشف الأمين العام للأمم المتحدة امتلاك أدلة تشمل أكثر من مليون سجل توثق جرائم نظام الأسد منذ العام 2011. لكن مشهد التناقضات فيما يخص الملف السوري يكتمل إذا ما أعيد التذكير بأطراف وضامني أستانا، بداية بالاحتلال الإيراني الذي ارتكب آلاف الجرائم وعمليات التهجير إلى جانب ميليشيات أسد. أما الاحتلال الروسي صاحب فكرة أستانا وأبرز ضامنيها المفترضين، فيكفي تصريح رئيس هيئة أركان القوات الروسية قبل 24 ساعة ليختصر الهدف من أستانا، عندما اعترف بدور روسيا بانتشال نظام الأسد ومنع سقوطه على وقع ضربات الفصائل المقاتلة منتصف 2015. ومن هذه التصريحات واجتماع احتلالين كضامنين لصالح الأسد وانجراف المعارضة للخوض بتفاصيل ومتاهات لجنة دستورية، يأتي الحديث أيضا عن مناقشات لما يخص إدلب والشمال السوري. فهل تنجح موسكو بنسخة أستانا 12 باستنساخ سقوط الغوطة الشرقية والجنوب السوري؟ أرحب بضيوفي عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول، بالدكتور سمير صالحة الأكاديمي والباحث السياسي التركي، بضيفي من إسطنبول أيضا المحلل العسكري والاستراتيجي العميد أحمد رحال، على أن ينضم إلينا لاحقا من موسكو رائد جبر الكاتب المختص بالشأن الروسي. أرحب بكما ضيفي الكريمين وأبدأ مع سيادة العميد أحمد رحال من إسطنبول. سيادة العميد، السؤال الروتيني والمعتاد الذي سألناه كثيرا وجهز حالك أنه نسأله في السنوات اللاحقة، ما الذي قدمه أستانا حتى الآن لسوريا، وأين هم الضامنان الروسي والإيراني من التزاماتهما في الجولات السابقة وصولا إلى الجولة 12؟ مساء الخير، تحياتي لك ولضيوفك الكرام. مساء الخير لكل السادة المشاهدين. مساء النور. يعني هذا السؤال هو السهل الممتنع، يعني هو سؤال مطروح أمام الجميع ويعرف سيادة العميد، يبدو أننا فقدنا الاتصال بسيادة العميد أحمد رحال، سنعود إليه إلى أن يجهز الصوت. أنتقل إلى ضيفي أيضا من إسطنبول الدكتور سمير صالحة الأكاديمي والباحث السياسي التركي. أرحب بك من جديد دكتور سمير. في أستانا، لماذا اليوم تركيا هي الوحيدة التي تلتزم بضماناتها التي تقدمها من خلال ضبطها لموضوع وقف إطلاق النار وضغطها على الفصائل؟ شهد منذ أستانا بواحد وحتى الآن، يعني منذ أن كانت الغوطة الشرقية وحلب وأجزاء من حلب الشرقية أيضا وحمص ودرعا وغيرها بيد المعارضة، دائما ما تلتزم تركيا وصولا إلى إدلب اليوم وما يحدث فيها من مجازر، لماذا فقط على الضامن التركي أن يلتزم بينما الروس والإيرانيون والنظام وكل الميليشيات التابعة لهم يمارسون جرائم وخروقات وقصف مستمر يطال كافة مناطق خفض التصعيد؟ مساء الخير للجميع. أولا نعم، أتفق معك في هذا السؤال، وسؤال محوري وأساسي. لا يمكن يعني بعد 11 لقاء تحت سقف الأستانا أن نصل إلى هذه النتيجة ونكرر أنفسنا، وأنت أشرت قبل قليل أنه علينا أن نجهز أنفسنا لمرحلة قادمة أيضا نناقش فيها الملفات بشكل مكرر دون أي جديد. لذلك الآن فعلا أنقرة
في المرحلة المقبلة لا يمكن لها أن تقبل أن تستمر الأمور بهذا الشكل، يعني أكثر من ملف يناقش دون الوصول إلى نتائج محسومة، تفاهمات تتم خارج الأستانة تحت سقف سوتشي مثلا أو في لقاءات ثنائية تركيا روسية تركيا إيرانية، لكن تحت سقف الأستانة عندما تجتمع الأطراف المعنية المحلية في الملف السوري لا نرى أنه في أي تقدم. هذا يعني أنه فعلا إذا ما أخذنا مقارنة الحسابات والمصالح الإقليمية ومصالح الشعب السوري نرى أن الحسابات الإقليمية في أكثر من مكان تتقدم في موضوع مصالح الشعب السوري في الداخل. لذلك الآن مطلوب من أنقرة بين اليوم وغدا فعلا أن تدفع الملف هذا بمنحة جديد. مثلا يقال أن التركيز سيكون على موضوع اللجنة الدستورية، ربما سنناقش ذلك لاحقا، لكن هناك أكثر من ملف وملف أدلب، يعني هي حتى ذات المواضيع ذات المواضيع يا دكتور سمير. سؤال أيضا في ذات السياق، هل ما زالت تركيا تراهن على هذه الجولات؟ هل هذه الجولة ستكون حاسمة لتركيا لاتخاذ خطوات عملية إيقاف ما يحدث، المضي قدما بالاتفاقات، الالتزام بالاتفاقات التي تمت سابقا؟ الترجمة العملية على الأرض برأيي هي التي ستساعدنا أكثر فأكثر على تحديد الموقف التركي. أنا حتى الآن رأيي الشخصي لا أرى أي ترجمة عملية فعلا نقول أنه استطاعت أن تدفع بموضوع موضوع السوري إلى الأمام باتجاه الحلحلة، أو حتى بإنجاز التفاهمات التي نوقشت في الاجتماعات السابقة. اليوم وزير الخارجية الروسي ماذا قال لنا؟ قال أنه آلية الأستانة هي الأقوى والأنجع والأفعل في التعامل مع الملف السوري، لكن على الأرض لا نرى أي شيء. اليوم أيضا لأنها فعلا يعني ما هو حق يا دكتور سمير، لأنها خدمت أجندة روسيا بالدرجة الأولى وحققت ما تصبو إليه خطوة بخطوة، وبالتالي كله يصب في صالح النظام، صح؟ هذه نقطة مهمة. نقطة ثانية أيضا برأيي تساعدنا أنا وأنت على إيجاز المشهد، تفضل. بوثينة شعبان اليوم كان لها تصريح، أعرف أنك اطلعت عليه، أنا أقرأ النص الحرفي ماذا قالته بوثينة شعبان اليوم. تفضل. إذا تمكن الروس والإيرانيون من الاستفادة من علاقتهم بتركيا لخدمة الملف السوري فإن دمشق ترحب بذلك. يعني كيف سنفسر أنا وأنت هذا الموقف لبوثينة شعبان؟ هل لكن بالمقابل دكتور سمير خلينا نحط كل الأمور قدام بعض. بالمقابل التصريحات عن أن إدلب ستعود للنظام حربا أو سلما سمعناها من كل المسؤولين في سوريا، وحتى اللحظة يمكن امبارح كان في كمان تصريح لأحد المسؤولين. صح نعم، هذه المشكلة الآن. المشكلة أنه مثل هذه المواقف تؤكد مرة أخرى أنه عمليات المناورة السياسية سواء كان من قبل النظام أو من قبل حلفائه هي التي تتقدم. لذلك أنا لا أراهن كثيرا على أن نرى مفاجآت. أتمنى أن أكون مخطئا وأن نرى هذه المفاجآت يوم غد أنا وأنت، لكن إذا كان سيقال لنا أنه تم حسم موضوع اللجنة الدستورية تشكيلها دون أن نعرف أين ستجتمع، كيف ستجتمع، جدول الأعمال، طريقة آلية العمل، طريقة اتخاذ القرارات في أكثر من جانب تقني، يعني المهم تشكيل اللجنة، منذ عامين ونحن نناقش هذه المسألة لا يكفي إطلاقا. رح نحكي أكثر عن موضوع اللجنة الدستورية والبعض التسريبات والشائعات دكتور سمير، سأعود إليك، ابقى معي رجاء أن أنتقل من جديد إلى ضيفي من إسطنبول سيادة العميد أحمد رحال المحلل العسكري والاستراتيجي. ورحب بك من جديد سيادة العميد، إن كان الصوت جاهزا تفضل ذات السؤال لأن صوتك انقطع في أول كلمتين. مرة أخرى مساء الخير، تحياتي لك وللجميع. يعني سؤالك أخي أحمد كما قلت هو السؤال السهل الممتنع، الجميع يدرك من أن الأستانة ما هي الغاية منها، ما هي الأهداف منها، ماذا حققت، لكن والجميع مقتنع أن لا فائدة من هذا المسار، فقط من ذهب إلى الأستانة لا يريد أن يقتنع نهائيا. لو عدنا إلى الاختصاص، مسار الأستانة أنشئ بعد سقوط مدينة حلب بيد النظام وكان مخصص لثلاث مسارات أو ثلاث نقاط أساسية، هي وقف إطلاق النار، لم يتوقف إطلاق النار منذ تلك اللحظة، وما زال الشعب السوري يقتل، ما زالت مناطق المحررة تقصف بالصواريخ والطائرات وبكل شيء. الهدف الثاني كان إطلاق سراح المعتقلين، حتى الآن لم يطلق سراح معتقل واحد. صحيح. النقطة الثالثة وهي عملية فك الحصار
على المناطق المحاصرة وأدخال المساعدات. لم يفك الحصار، وبدل أن تدخل المساعدات دخل النظام ودخل الروس ودخل الإيرانيون وسيطروا على كل تلك المناطق باستثناء إدلب ومحيطها، باعتبار أن الأتراك رفضوا دخولهم وإلا كان التهموها. هذا من ناحية الاختصاص. لو أتينا على مسار آسان من ناحية الحاجة، هو حاجة روسية للاتفاق على مسار جنيف أو مفاوضات جنيف، لأن الروس يريدون أن ينتجوا حل يلائم أهدافهم. نعم. وهذا الحل أيضا يتلائم مع مقاس النظام ويحقق أهداف النظام. وما قالته بوسينة شعبان اليوم هو يعني يأتي في ترجمة حرفية لهذا الموضوع. لو أتينا إلى موضوع الإنتاجية، اليوم لا تبحث ملف المعتقلين، لا يبحث وقف إطلاق النار، لا يبحث موضوع فك الحصار أو وقف العمليات على المناطق المحررة. اليوم يوضع الإرهاب ويوضع الدستور وتلك مسارات أو تلك سلل يفترض أن تناقش في جنيف. إذا اليوم هناك عملية اغتيال لجنيف بأيادي روسية، هناك عملية التفاف على جنيف بإرادة إيرانية روسية يعني تدعم ما يريده نظام الأسد، وتركيا دائما أمام ضعف عدم وجود دعم دولي. وهنا أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية كما ورد في التقرير أنها انسحبت لتعطي الدور للروس، أنا أعتقد أن الأمريكان انسحبوا عدم اكتراث وعدم اهتمام. اليوم هناك موقف أوروبي وأمريكي واضح أن هذا المسار غير معترف فيه، هذا المسار لا يمكن أن يكون بديل لجنيف. لكن بالمطلق أستطيع القول أن المسار لإيجاد الحل السياسي سواء كان في الأستانة أو في جنيف هو مسار موضوع في ثلاجة، هو موضوع في فريزة لا يريد الفراج عنه، لأنه يبدو أن المجتمع الدولي وإيران وروسيا ونظام الأسد حتى الآن لم يكتفوا من دماء السوريين. بالأمس خرج علينا جيراسيموف رئيس الأركان ليقول من أن هناك 42 ألف مسلح رموا أسلحتهم واستسلموا للنظام، أن هناك عشرات الآلاف من القتلى الإرهابيين الذين قتلناهم في سوريا، سيطرنا ودمرنا على 600 دبابة، قتلنا عشرات الآلاف، وبالتالي تلك هي الأهداف التي تبحث عنها روسيا في سوريا. طيب سيادة العميد، سؤال في النقاط ذاتها الجميع التي ذكرتها، اليوم الأمم المتحدة موجودة عن طريق المبعوث الدولي جير بيدرسون وقبله أيضا ستيفن دي ميستورا، ولكنهما يعني كما يمثلان الأمم المتحدة وافقا على ما تطرحه روسيا، ما يناقش في أستانا اليوم إدلب، مناطق قبضة تصعيد، ولجنة دستورية في كل جولة في كل جولة، ملف المعتقلين كما تفضلت حضرتك غائب كليا، موجود على الورق فقط لا شيء أنجز فيه، حتى موضوع المساعدات الإنسانية في أضعف المناطق مثلا الركبان على الحدود السورية الأردنية، ملف كأنه مناقشة ملف كوريا الشمالية أسهل على ما يبدو. لماذا دور الأمم المتحدة متراخي إلى هذه الدرجة؟ يعني هنا نعود إلى الاتفاق الروسي الأمريكي الذي جرى في لقاء أوباما بوتين منذ حوالي عامين تقريبا أو أكثر بقليل، وهناك تم تفويض روسيا على أن تكون الحل بيدها وأن تقوم بوقف الحراك المسلح أو وقف العمليات العسكرية، مقابل أن تقوم أمريكا بتقنين الدعم لفصائل الجيش الحر، وجدنا هذا الأمر يطبق. وبالتالي الأمم المتحدة دائما تسير وفق التوافقات. أما المقارنة ما بين المبعوث الجديد وبين ديمستورا، أعتقد أن الأمر مختلف. ديمستورا أصبح واضح للجميع، والأمم المتحدة شبه أقرت والجميع أقر أنه كان في الحضن الروسي والحضن الإيراني وحضن النظام، وأنه أمام انكفاء الدور الأمريكي. حاول أن يوجد حل، حاول أن يوجد ثغرة في الجدار العرقلات التي تضعها روسيا وإيران ونظام الأسد، لكنه فشل بالنهاية حتى بإيجاد اللجنة الدستورية. أما المبعوث الدولي اليوم الجديد من حقه أن يستطلع، من حقه أن يعرف الأجواء، وبالتالي حضور الأستانة لا تعني انسجام مع هذا الطرح أو هذا المسار، بل يعبر عن نوع من الاستطلاع. يريد أن يعرف هذا المبعوث الجديد ما هي مواقف إيران، ما هي مواقف روسيا، ما هي مواقف المعارضة، ما هي مواقف تركيا، باعتبار أنه حتى الآن هو يستمع ولم يطرح أي مبادرة أو خطوات للحل، باعتباره تولى مهامه بشكل جديد. نعم.
أنتقل إلى ضيفي من موسكو وأرحب به من جديد الذي انضم إلينا حاليا الأستاذ رائد جبر الكاتب المختص بالشأن الروسي. مرحبا بك معنا رائد، كونك الأقرب اليوم إلى ما يحدث في أستانا، ما الجديد التي تعول عليه روسيا، وهل من نقاط غير موضوع مناطق خفض التصعيد التي على وشك أن تنتهي في إدلب واللجنة الدستورية تناقش فعليا؟ نعم، مساء الخير بداية لك ولضيفك الكريم. أنا أعتقد أن الأهم في أستانا اليوم هو محاولة الأطراف الضامنة روسيا تركيا إيران، محاولة الحفاظ على هذا المسار. هذا المسار أثبت أنه هش ضعيف، يعني مليء بالمشكلات، مليء بالعقبات، مليء بتناقض الأولويات بين الأطراف الثلاث. إذا لاحظنا يعني منذ البداية، يعني بداية اليوم الأول في اجتماعات أستانا، كان هناك لقاءات ثنائية كان المسعى الرئيسي من خلالها توحيد أو على الأقل محاولة تنسيق الأولويات بين الأطراف الثلاث، روسيا تركيا، روسيا إيران، وروسيا تركيا إيران فيما بعد بشكل ثلاثي. التضارب واضح خلال الأسابيع الأخيرة. بدأ التباين الروسي الإيراني مثلا والسباق على مناطق النفوذ في سوريا واضحا للعيان. مع تركيا الموضوع ليس أيضا ليس أكثر أقل تعقيدا، لأن هناك أيضا مشكلات. روسيا ما زالت تراهن على أنه لابد من حسم عسكري في إدلب وفي غير إدلب عموما، يعني في كل المناطق السورية، ولابد من تسليم السيطرة للنظام السوري على هذه المناطق، بينما تركيا ما زالت تعرقل مساعي شن عملية عسكرية في إدلب. حتى الآن هي نجحت في ذلك خلال يعني العام الماضي كله، نجحت في ذلك. أولويات ربما كلامك صحيح ولكن ليس دقيق يا أستاذ رائد. تعرقل مساعي النظام وإيران في شن عملية واسعة وشاملة على إدلب، ولكنها بالضربات الجزئية تشارك. الطيران الروسي يقصف مناطق في ريف حلب وريف إدلب اليوم وريف حماة. صحيح صحيح، لا أنا أتفق أنا أتفق. هناك محاولة لجر الأمور نحو عمليات عسكرية محدودة. هناك توافق أحيانا بين موسكو وأنقرة على شن بعض العمليات العسكرية. أنا قلت أنه أنقرة نجحت حتى الآن في منع عملية عسكرية واسعة النطاق، بمعنى الحسم العسكري الكامل في إدلب. هذا ما أقصده تحديدا. طيب. إنما العمليات الأخرى بطبيعة الحال هي موجودة ونشهدها بشكل يعني دوري. خلال الأيام الماضية شهدنا أكثر من عملية على هذا الصعيد. أعود يعني إلى أستانا، أريد أن أركز هنا على النقطة أنه هناك مسعى أولا من الأطراف الثلاثة لإظهار أنه هذا المسار ما زال يعني قائما وله أهمية، يعني تحييد الخلافات جانبا والتطلع إلى بعض الأمور التي يمكن العمل عليها بشكل مشترك. اللجنة الدستورية واحدة من هذه النقاط، لكن مشكلة اللجنة الدستورية أنه يجب أن تطلقها الأمم المتحدة، بمعنى أنه هذه الأطراف يجب أن تقدم لوائح، وهذه قدمت بالفعل صحيح. حتى الآن الجزء الأكبر من هذه اللوائح كما تعلم يجب أن تقدم لوائح، لكن من دون قرار الأمم المتحدة لا يمكن التعامل أو مع لجنة دستورية شرعية. هذا الأمر الذي تعمل موسكو الآن على تقويده. لذلك عندما يعني تحدث الوزير سيرجي لافروف في الأيام الأخيرة عن أنه ليس صحيحا أن الأمم المتحدة لاعب أساسي في هذا الموضوع، وأنها مجرد وسيط وعليها أن تتلقف ما تعطيه الأطراف وتعلنه فقط، هو يستند إلى مؤتمر سوتشي كما تعلم. لكن مؤتمر سوتشي هو مؤتمر روسي بالمحصلة النهائية وليس مؤتمر أممي. وهنا بالمناسبة أضيف إلى ما قاله ضيفك الكريم قبل قليل، استمعت لجزء من الحوار، أنه حضور بيدرسون أو عدم حضوره، المشكلة أن الأمم المتحدة حاضرة أصلا في أستانا كطرف مراقب، هي ليست طرف أساسي وليست لاعب أساسي، وموسكو حاولت تحييد الأمم المتحدة منذ سوتشي وحتى الآن، ناهيك عن فكرة تقويض كل مسار جنيف أصلا لصالح مسار سوتشي ومسار أستانا. طيب دكتور سمير، سؤالي لك، روسيا وأيضا تركيا من خلال عدة جولات ولقاءات كانوا مرحبين وبذلوا مساعي بضم أطراف دولية أخرى مثل فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، على الرغم من موقفها يعني التهميشي لمسار أستانا، ولكنهم حاولوا. لماذا بقت هذه المحاولات بالفشل؟ ولماذا بقي الثلاثة فقط، روسيا إيران تركيا، وتركيا طبعا الحلقة الأضعف في هذه المؤتمرات بشكل واضح؟ يعني في نقطة أساسية، أنه بعد اجتماعات أستانا 11 في تشرين الثاني الماضي، أنا قلت هذا
رأيي كان أظن عبر شاشتكم أيضا نعم. قلت أنه ينبغي الآن أن تعلن الأستانة حل نفسها وربما تترك الطريق مفتوحا أمام اجتماعات سوتشي على مستوى ثنائي أو ثلاثي لدعم مسار جديد في التعامل مع الملف السوري. يبدو الآن أننا سنكرر هذا الموقف، أنا رأيي الشخصي. لماذا؟ لأنه الآن مثلا اللجنة الدستورية، اللجنة الدستورية أيضا اجتماعاتها ستكون في جنيف وتحتاج كما قال ضيفك إلى دعم أممي ودولي. إذن سنعود ونقول مجددا أنه الكرة ينبغي أن تكون في الملعب الدول الأممي بغطاء أممي أيضا. الآن أجيب على السؤال الذي طرحته. فضل. المشكلة هي أن روسيا وإيران يريدان دائما أن يكونان أمام طاولة ثلاثية أسهل وأفضل ليتحركا في التعامل مع الملف السوري. يعني في عنا كان لقاء رباعي كما تتذكر، قمة رباعية في إسطنبول. مزبوط. اجتماعات مجموعة 5+2 أيضا مهمة. أظن الآن هذه المشاركة الأممية وقرار اللجنة الدستورية سيعيدنا مرة أخرى إلى احتمال نقل الأوراق إلى الأمم المتحدة. لكن في عنا عقبة أساسية هنا، أنه قدرة روسيا وإيران على تعطيل المسار الجديد للعودة إلى الأمم المتحدة كبير جدا. اليوم الخارجية الروسية ماذا قالت لنا؟ مثلا أعطيك مثال بسيط، أنه في إدلب مجموعات النصرة تستعد لاعتماد استراتيجية جديدة، إنشاء معارضة لينة معتدلة إذا جاز التعبير. هذه رسالة روسية أنها لن تتخلى عن موقفها الحالي في التعامل مع موضوع إدلب جنبا إلى جنب مع النظام. إذن أوراق الضغوط التي تملكها روسيا وإيران في تعطيل أي استراتيجية تحرك باتجاه تفعيل الدور الأممي، هذه هي المشكلة الآن التي تحتاج إلى معالجة سريعة. سيادة العميد، أريد أن أستفيد من خبرتك العسكرية واطلاعك الواسع على ما يحدث في إدلب. اليوم بهذا القصف خلال الأسبوع الماضي وطبعا الشهرين الماضيين، كيف تقرأه أنت؟ ولماذا يعني ربما تسمع هذا السؤال كثيرا في إدلب من خلال تواصلك مع الناس هناك، أين هو الضامن التركي؟ يبدو أنه الأضعف حاليا، تسير الدورية والقذائف، ربما قذائف قصف النظام تلاحق الدورية ذاتها وتهرب الدورية التركية منه، والروس يصعدون ويشاركون. وكان معي المراسل منذ يومين وقال لي حرفيا لا توجد منطقة في إدلب بعيدة عن القصف، إدلب وريفها أقصد، سوى المناطق الحدودية مع تركيا. ما هي قراءتك للمشهد فيما يخص إدلب واتفاق سوتشي؟ يعني أولا دعني أجيب وأقسم الإجابة إلى شقين. الشق الأول هو شق الوجود التركي داخل الأراضي أو في منطقة إدلب. الوجود التركي، النقاط التركية ليست مهمتها الرد على القصف، ليست مهمتها التصدي والدفاع. هذا يعلمه الجميع يا سيادة العميد. هي تكتفي بدور مراقب تماما. وبالتالي عمليات الاستفزاز التي يقوم بها نظام الأسد لها غايات أخرى. الجميع أصبح على دراية من أن هناك توافق إيراني روسي مع نظام الأسد من ممارسة الضغط على تركيا. تركيا بالمرحلة الأخيرة أو باللقاء الأخير ما بين أردوغان وبوتين، يبدو أن كان هناك قناعة روسية من أن تركيا ستسلم الطرق الدولية اللاذقية حلب ومن ثم دمشق حلب إلى روسيا وإيران ونظام الأسد، لكن يبدو أن تركيا رفضت. أيضا موضوع الفتح غير الطرقات، موضوع تأمين المناطق، تأمين عدم وجود هيئة تحرير الشام، إخراج هيئة تحرير الشام، نقطة عالقة ما بين تركيا وروسيا. وبالتالي يستمر القصف من أجل الضغط، بمعنى أنه هناك العصا والجزرة، هناك القصف اليومي، هناك خروج الطائرات، حتى طائرات روسية قامت بالقصف. وبالتالي هذا يعني من أن هناك ضغوط تمارس على المناطق المحررة على كافة نقاط التماس من أجل القبول بتسليم الطرق الدولية. لكن المناطق المحررة لديها قناعة كاملة أن تسليم المناطق أو تسليم الطرقات الدولية يعني قتل آخر منطقة محررة، ويعني حصار 3.5 مليون موجودين في منطقة إدلب. هذا الأمر هو الخلاف ما بين روسيا وبين تركيا في المناطق المحررة. رائد، قبل أن نتوقف مع فاصل بدي منك دقيقة. قالها بوتين عند لقائه أردوغان في آخر لقاء جرى في هذا الشهر على ما أظن أو الشهر الماضي، ركز على موضوع تسيير دوريات مشتركة تركية روسية. هل يمكن القول اليوم كما يحلل البعض أن روسيا تضع أمام تركيا خيارين، إما هذا القصف وهذه العمليات العسكرية التي نشهدها يوميا، أو المضي بموضوع دوريات روسية تركية مشتركة في كامل المناطق خفض التصعيد في إدلب وليس فقط الشريط الحدودي أو منطقة منزوعة السلاح؟
نعم أتفق تماما مع هذا الطرح. أرى أنه موسكو تريد أن تواصل الضغط على أنقرة من أجل يعني حصر المسألة أن لا تكون منطقة إدلب منطقة نفوذ تركية فقط، هذا صح التعبير بين قوسين، إنما ليس فقط دوريات مشتركة بالمناسبة ملاحظتك دقيقة، ولكن أيضا الروس تحدثوا أكثر من مرة عن عمليات محتملة مشتركة بين تركيا وإيران اصلا، يعني انه ايران لا وجود لها مباشر في هذه المنطقه، ولكن تركيا وايران في ادلب بمحيط إدلب. هناك رغبة روسية يعني تقليص قدر المستطاع تقليص النفوذ التركي في هذه المنطقة. أنا أعتقد أنه هذا يدخل ضمن لعبة شد الحبل الدائرة بين الطرفين، هذه واحدة من العقد الرئيسية التي تواجهها موسكو الآن. هي لديها مشاكل مع الحليف الإيراني، أيضا لديها هنا مشاكل مع الحليف التركي. واحدة من المشكلات الكبرى التي تواجهها روسيا الآن في سوريا، يعني هي مجموعة من المشكلات بما في ذلك مشكلات في هذه النقطة. رائد، فقط قبل أن أتوقف مع فاصل، ما ضل عندي وقت لأنه لازم نطلع بهالوقت، ممكن الوصول إلى حل هذه العقدة عن نتحدث عن موضوع إدلب خلال هذه الجولة، أم أن الموضوع ما زال مستمر لجولات أخرى وفق قراءتك؟ يعني لا، أنا أعتقد الحديث في جولة أستنا عن إدلب هو حديث لمجرد متابعة الحوارات، إنما لن يتم التوصل في هذه الجولة لاتفاقات حول هذه النقطة. والاتفاقات بالمناسبة حول إدلب لا تجري على مستوى نواب وزراء الخارجية، يعني إذا كان هناك يمكن الوصول إلى اتفاق فهي ستجري على مستوى عسكري أو على مستوى سياسي أعلى من ذلك بكثير. نعم. نواب وزراء الخارجية، وهذا هو المستوى الممثل كما تعلم في أستنا، ليسوا قادرين على الوصول إلى اتفاقات حول هذه النقطة. أرجو منك البقاء معنا رائد جبر وبقي الضيوف الكرام. نتوقف عن فاصل قصير مشاهدينا ونعود لمتابعة الحديث في ذات الموضوع، تفضلوا بالبقاء معنا. من قلب العاصمة الأمريكية واشنطن، نناقش قضاياكم مع صناع القرار. There will never be peace in Syria if Assad is there. Conversations in Geneva, I promise you, will not succeed. نوجه أصعب الأسئلة. What is the future of Assad? نسمع ونناقش جميع الآراء. We are going to stand with our allies and confront the Iranians' behavior. نوصل أصواتكم ونوجه تساؤلاتكم. تابعوني أنا هيفي بوزو ضمن برنامج في المحور على شاشة أورينت نيوز. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى تفاصيل. عمل الروس جاهدين على تأسيس مسارات تفاوضية بديلة للقضية السورية بعيدا عن مسار جنيف، ولعل مسار أستانا أبرز تلك المحاولات التي نجحت بفصل المسار السياسي عن المسار العسكري. لنتعرف معا في هذه النقاط على أبرز مراحله. في كانون الثاني من عام 2017 عقدت أولى الجولات، وفيها أسست روسيا وإيران وتركيا آلية لمراقبة وقف إطلاق النار، واتفقت على أن تكون المفاوضات بين النظام والمعارضة غير مباشرة. في 15 من شباط 2017 جرى الحديث عن تشكيل مجموعة ثلاثية إيرانية روسية تركية
لمراقبة وقف الأعمال القتالية وتشكيل آلية لتبادل الأسرى. في الرابع عشر من آذار من العام ذاته قطعت المعارضة المسلحة الجولة الثانية، وقدمت روسيا اقتراحا لوضع دستور جديد للبلاد. في أيار من عام 2017 اتفق الرعاة على إنشاء مناطق خفض تصعيد وتوتر في اللاذقية وإدلب وحلب وأجزاء من حماة، إضافة إلى حمص ودرعا والغوطة الشرقية. وفي تموز من عام 2017 فشلت الدول الضامنة روسيا إيران وتركيا في التوافق على رسم حدود مناطق خفض التصعيد. في أيلول من عام 2017 أيضا اتفق المشاركون على رسم حدود خفض مناطق التوتر، وشاركت حركة أحرار الشام المعارضة لأول مرة فيها. في تشرين الأول من عام 2017 انتهت هذه الجولة من دون تحقيق نتائج، خاصة في ملف المعتقلين وإدخال مساعدات إنسانية للمناطق المحاصرة. في كانون الأول من عام 2017 اتفقت الدول الضامنة في الجولة الثامنة على إنشاء مجموعات عمل لملفي المعتقلين وإزالة الألغام، لكنها بقيت حبرا على ورق. في أيار من عام 2018 عقدت الجولة التاسعة وغابت عنها الولايات المتحدة ولم تخرج بنتائج تذكر، وكان فيها لأول مرة يحمل المبعوث الأممي ستيفن دي ميستورا النظام مسؤولية الفشل في تلك الجولة. في تموز من عام 2018 عقدت الجولة العاشرة في مدينة سوتشي الروسية في روسيا، في رسالة روسية بأنها باتت تمتلك مفاتيح الحل بسوريا، وناقشت هذه الجولة تشكيل اللجنة الدستورية وعودة اللاجئين. في تشرين الثاني من عام 2018 أعلن دي ميستورا أن جولة أستانا 11 فشلت بتشكيل لجنة دستورية ووصفها دي ميستورا بالفرصة المهدورة. أعود أرحب بضيوفي من جديد عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول بالدكتور سمير صالحة الأكاديمي والباحث السياسي. من إسطنبول أيضا أرحب بالمحلل العسكري والاستراتيجي العميد أحمد رحال، ومن موسكو بالكاتب المختص بالشأن الروسي رائد جبر. مرحبا بكم جميعا ضيوفي الكرام من جديد. أبدأ مع دكتور سمير صالحة في موضوع اللجنة الدستورية. دكتور سمير، يتم الحديث عن أن هناك انفراجة قريبة في هذا الملف، على الرغم من أن روسيا نجحت إلى حد ما بأن تشتتنا عن قرارات الأمم المتحدة ومسار جنيف والسلال الأخرى والمرحلة الانتقالية وشغلتنا باللجنة الدستورية، ولكن هل سيحل هذا الملف كما يقال أو يشهد انفراجة جزئية في هذه الجولة برأيك؟ يعني حتى لو كان في تفاهمات تتم حول موضوع اللائحة النهائية لأسماء 150 شخص الذين سيشاركون في المحادثات، كما قلت لك قبل قليل، مهمة وآلية العمل، طريقة التحرك ما زالت غير واضحة. مكان الاجتماع إذا كان جنيف، هذه نقطة مهمة جدا تؤكد أنه الأولوية ستكون مرة أخرى للغطاء الأممي الدولي. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، في عقبة أيضا يعني علينا أن نأخذ بعين الاعتبار الموقف الأمريكي حتى في موضوع اللجنة الدستورية. أمريكا ما زالت على موقفها أنه حصة حليفها الكردي في هذه اللجنة. هذه أيضا ستفجر برأيي نقاشات جديدة في المرحلة المقبلة بشكل أو بآخر. لأن النقطة الثالثة أهم من كل ذلك هي أنه ما الذي سيناقش في اللجنة الدستورية، يعني دستور سوري جديد أم تعديل لمواد دستورية. هل هذا النقاش سيكون مصحوب بآلية زمنية تذهب باتجاه فتح الطريق أمام ترجمة التحولات والقرارات عمليا على الأرض؟ إذن باختصار هناك أكثر من مشكلة وأكثر من عقبة، أكثر من نقطة ما زالت غامضة تنتظر الإجابات. لتركيا أوراق قوة في ملف اللجنة الدستورية باختصار دكتور سمير؟ أظن تركيا التي تنسق مباشرة مع قوى المعارضة عندها الثقل الكافي الآن على الأرض لدعم موقفها، أنه إذا أستانا ذهبت بمنحى تكرار نفسها باستمرار، تركيا ستعود إلى تفاهمات الغطاء الدولي الأممي بشكل أو بآخر. لا يوجد خيارات كثيرة أمام أنقرة بعد الآن، خصوصا وأننا نتابع كيف يتقدم المشهد على الأرض في إدلب. يعني أنت قبل قليل تحدثت عن
عمليات عسكرية مباشرة حتى استهداف للقوات التركية في منطقة إدلب. هذا مربوط أيضا بأكثر من نقطة تتقدم على الأرض في المرحلة المقبلة. اللقاء الثلاثي ربما المرتقب في أنقرة، ثلاثي على مستوى القمة التركية الروسية الإيرانية، قد يساعدنا مرة أخرى أكثر فأكثر على حسم الأمور. رائد، بآخر شيء سمعته عن موضوع اللجنة الدستورية، 50 المعارضة الأسماء مسلمة، 50 النظام مسلمة، أما 50 المجتمع المدني اعترض النظام، قال لروسيا أنه يعترض على 6 أسماء، تدخلت روسيا عدلت 3 أسماء. هل من تسريبات معلومات تحكى هنا وهناك في موسكو عن موضوع اللجنة الدستورية، وهل من انفراجة قريبة أيضا في ذات النقطة؟ لا توجد تفاصيل إضافية حول موضوع القسم الثالث، يعني قسم المجتمع المدني. إنما يبدو أن موسكو واثقة أنه يمكن التوصل إلى اتفاقات حول الأسماء المتبقية بشكل سريع. لكن المشكلة الرئيسية كما قال دكتور سمير، أتفق معه، المشكلة الرئيسية تكمن أنه وماذا بعد؟ يعني أنه سيتم تسليم هذه الأسماء إلى الأمم المتحدة، هل ستكون مرضية؟ هل ستعلنها الأمم المتحدة وتوافق عليها؟ موسكو بدأت سلفا تأخذ جانب النظام في هذا الموضوع عندما أشارت إلى يعني تقليص دور الأمم المتحدة، وأن الأمم المتحدة دورها وسيط ومراقب ليس أكثر، عليها أن تتقبل اللائحة وتعلنها فقط. هذا كلام لا ينطبق مع القرار الدولي، ينطبق صحيح مع مقررات سوتشي التي بلورتها وصاغتها روسيا، ولكن لا ينطبق مع القرار الدولي الذي يتحدث عن هذه المسألة، ناهيك عن أنه هناك تقويض للمسارات الأخرى كما ذكرت قبل قليل. لكن في موضوع اللجنة الدستورية تحديدا، أنا أعتقد أنه موسكو تريد أن تصل إلى نتيجة، أن يتم اعتماد يعني الاتفاق على بقية الأسماء، وأن يتم ترحيل المشكلة. وهذا أمر لمصلحة موسكو بالمناسبة، يعني هي صحيح تقول نريد إطلاق الدستورية في أسرع وقت ممكن، ولكن أن تكون المشكلة أنه كل الأسماء جاهزة والأمم المتحدة هي التي تعرقل، هذا أمر مناسب أيضا بالنسبة إلى موسكو، ومناسب بالنسبة لإيران أيضا وللنظام. لأن النظام منذ البداية كان يشكك، وكما تذكرون كان يتحدث عن أنه لا دور للأمم المتحدة، والآن موسكو مالت إلى رأيه. والنقطة الثانية إنه ما هي صلاحيات هذه اللجنة الدستورية، إنه لن تقوم بتأسيس دستور جديد، وإنما عليها التعامل مع دستور 2012. لذلك موسكو والنظام وإيران لديهما مصلحة مشتركة في إعلان بشكل شكلي يعني نظري إنه لدينا اتفاق على اللائحة، ولكن مشكلة تأسيس وإطلاق عمل اللجنة الدستورية أمر آخر يتعلق بتقصير أممي أو تحميل المسؤولية إلى أطراف مختلفة، بما في ذلك إلى الولايات المتحدة. يعني موسكو أكثر من مرة كررت أن الغرب يعرقل هذه المساعي ويسعى إلى التحريض ضدها وما إلى ذلك. يعني في كل الأحوال هذا مسار طويل مليء بالقنابل الموقوتة، شائك ومعقد، وأعتقد أنه روسيا تريده أن يكون كذلك. أنتقل بالدقائق الأخيرة لسيادة العميد أحمد رحال. لن أسألك عن موضوع اللجنة الدستورية التي يعني الطفل الصغير يعلم أن النظام ربح فيها، حتى المعارضة اللي هي أخذ التلت معارضة هي جاية فيه من منصات موسكو والقاهرة، وحتى الائتلاف اللي ما بنعرف من وين جاي ومين بيمثل وقانونيين ولا مش قانونيين لا يكتبوا. ولكن إذا عدت بك قليلا إلى الجولات السابقة من أستانا، كان هناك أوراق قوى، لم تكن الغوطة الشرقية ودرعا وحلب وأجزاء من حمص بيد النظام. اليوم هل موقف المعارضة أو من يدعون أنهم معارضة ويشاركون في أستانا اليوم كما كان عليه في الجولات السابقة، أم أنهم لم يعد بيدهم أي أوراق قوى بما أنهم خسروا على الأرض عسكريا؟ يعني أولا اللاعب الضعيف هو الذي يقبل اللاعب بأرض الخصم منذ البداية، يعني ومع كل نقاط القوة التي كانت موجودة، سواء عندما كانت حوران أو الغوطة الشرقية أو ريف حمص عندما كانت بيد المعارضة السورية، مجرد الذهاب إلى حضن الروسي هي عملية خسارة، وهي عملية إذلال، وهي عملية قبول بالإيحاءات أو بالشروط الروسية. هذه نقطة. النقطة الثانية، نحن أمام حوالي 2 و4 أشهر 12 جولة من المفاوضات، صحيح. يعني بمعدل كل شهرين في عنا جولة. يبدو الشباب بيحبوا السياحة كتير وبيحبوا السباحة، يعني هن راحوا ليسبحوا بالبحر اللي وعدوا فيه وليد المعلم، هو ما قال سنغرقهم في التفاصيل وعليهم أن يتعلموا السباحة، وبالتالي سياحتهم سباحة. هذه نقطة. النقطة الثانية، يعني حتى الائتلاف هو لا يعترف بالأستانة، حتى التفاوض هي تعتبر جنيف المسار الأساسي. النقطة الأهم، يعني وأنا أريد أن أعود إلى اللجنة الدستورية،
بالتفاصيل 50 للنظام هي 50 خالصة، 50 للمجتمع المدني في أحسن التقديرات وفي أحسن الأحوال سنحصل على 15 إلى 18 اسم، وبالتالي 32 لصالح النظام بالوفد التفاوضي أو وفد المعارضة بأفضل الشروط سنحصل على 80%. لدينا اختراقات كبيرة وأهمها منصة موسكو، بمعنى أن النظام سيحصل على ما بين 80 إلى 85 إلى 90 صوت. استثنيت لي هون منصة القاهرة، شكلك يعني هذه راضي عنهم يا سيادة العميد. رفعت النسبة 80%. لا لا يعني إذا اعتبرنا منصة القاهرة لأنه لا علينا، إذا قلنا لأنه لا علينا بنحطها حيادية. بالنهاية بدي أقول لك شغلة مهمة كتير كتير، ما قال أن مشكلة السوريين هي مع الدستور، يعني لو جبنا لك أفضل دستور في العالم وحطيناه في سوريا، المشكلة في تطبيق الدستور. نحن أمام طغمة فاسدة، أمام طبقة لا يمكن إصلاحها. نظام الأسد عبارة عن خشب مسوس، وروسيا تصر أن تنفخ الروح فيها الحصان الخشبي هذا. يعني الجميع يدرك أن روسيا سوريا ليست مشكلة الدستور، أن هناك عصابة استولت على السلطة، هناك قتلة في سوريا لن يقبل فيهم المجتمع الدولي، لن يقبل بهم الشعب السوري، ومع ذلك تصر إيران وتصر روسيا على المزدي في الأستانة. هناك نقطة مهمة تحدث عنها الأخ رائد، أن اليوم الأستانة ليست مهمتها أطلاق سراع المعتقلين ولا محاربة الإرهاب ولا وقف أطلاق النار. اليوم مهمة روسيا الحفاظ على الأستانة. اليوم هناك خلاف شديد ما بين إيران وبين موسكو، هناك كثير من الملفات العالقة ما بين أنقرة وبين موسكو، وبالتالي اليوم روسيا تحاول أن تنفخ روح بالأستانة كي تبعد الأنظار عن اجتماع جنيف. كل الشكر لك ولمشاركتك معنا سيادة العميد أحمد رحال المحلل العسكري والاستراتيجي، كنت معنا مباشرة من إسطنبول. والشكر أيضا للدكتور سمير صالح الأكاديمي والباحث السياسي التركي كان معنا أيضا من إسطنبول. شكرا للأستاذ رائد جبر الكاتب المختص بالشأن الروسي كان معنا مباشرة من العاصمة الروسية موسكو. شكرا أكبر لكم مشاهدين على طيب المتابعة. الأحد المقبل إن شاء الله حلقة جديدة وتفاصيل جديدة، فكونوا على الموعد. إلى اللقاء.